السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل بقية الشرح الخاص بالورد. وقفنا عند الهوم، هنكمل بعد كده الانسيرت. خش انسيرت مكون من كذا حاجة زي ما انتم شايفين. هنبتدي بالحاجات اللي هي المشهورة، مثلا لو عايز اعمل جدول بالشكل ده، او انا اللي اعمله بايدي مثلا وادخل الاعداد اللي انا عايزها. كنترول زد، برجع خطوة ورا، تمام. هتلاقي ظهر هنا اهي كمان. ولو عايز ارجع تاني، لو انا رجعت مثلا وعايز ارجع لها تاني، بعمل كنترول واي. خلاص، عشان بس ايه تبقوا فاهمين المعلومة دي. المهم بعد كده الصورة، عايز اضيف صورة مثلا، هنضيف الصورة اهي زي ما انتم شايفين. ده شورت كات موجودة عندي هنا وموجودة عندي هنا وموجودة عندي هنا في ثلاث أماكن اهو. بس دي اللي هي ايه، على طول تقدر تعمل منها اللي انت عايزه. اقدر اغير الوضعية بتاعت الصورة، اخليها تبقى فوق الكتابة مثلا، تحت الكتابة، ما بين الكتابة زي ما انتم شايفين كده. وفي اوبشن تاني اهو اللي هو فيكس بوزيشن، اقدر احرك بقى ايه الصورة في اي حتة عشان ايه ما تبقاش عامله لي عرقله او مصغره زي ما انتم شايفين كده، مثلا زي اللوجو بس. وخلاص الموضوع ايه خلص. هل في حاجه تانية موجوده؟ اه في، تعال نضيف صوره كمان مثلا. نضيف الصوره دي، العربيه الجميله دي، عقبال ان شاء الله ربنا يكرمكم بيها. هنعمل نفس الفكرة برضو، هنعملها. لازم نختار حاجة، لازم نختار اختيار في الجزء ده، وبعدين نعمل ايه فيكس بوزيشن، تمام، عشان اقدر احرك الصورة. انا اول ما بقف على الصورة بيظهر حاجة جديدة اسمها ايه، بيكتشرز تولز، في ادوات خاصة بالصورة. طب اطلع بره، مفيش حاجة، اقف عليها تظهر. يعني اي ادوات خاصة بحاجة معينة لازم اقف عليها عشان تظهر لي. ما اقولش هي راحت فين الادوات دي وانا بقى ولا اصلا مش واقف على الصوره واقعد ادور على الادوات بتاعه الصوره، يبقى انا ايه مش واخد بالي انا بعمل ايه. لا، انا اقف على الحاجه اللي انا ايه عايز الادوات بتاعتها تظهر. زي ما انا عملت كده، الادوات بتاعتي كلها ايه، اول اختيار لو انا متصور صوره زي صوره وعايز اشيل، اعمل ريموف باك جراوند. شايفين الباك جراوند ده اتشال. طبعا لو في كونتراست اقوى من شويه هتلاقي ايه الباك جراوند ده اتشال خالص. طيب تعالى نعمل دي اهو، نرجع تاني اهو. في حاجة اسمها ايه الاضاءة بقى بتاعتي، الشارب بتاعتها عايزة فاتحة غامقة. بصوا شايفين، اقدر اتحكم في درجة الاضاءة بتاعت الصورة، خليها غامقة قوي، فاتحة قوي، زي ما انت عايز. طيب الكالر برضو اخلي الصورة ليها لون معين. بص، دي لونها اصفر، دي لونها لبني شوية اخضر، تمام كده. دي ليها يعني ليها استخدامات، يعني انا بس بوريها لكم. يعني بصوا، ده فلتر برضو من الفلاتر الموجودة دي. بص اكنها معمولة بالرصاص، اكنها مرسومة. انت بس مجرد ما بتقف ما بتعملش اي حاجه اكتر من كده، اقف بس عليها، ما بتبص عليها عشان تشوف الايه الحاجه اللي انت عايزها. عايز الشكل عامل ازاي بقى براحتك، زي ما انت عايز، عايزها زي كده مثلا، زي ما انت عايز. طيب خلاص، الكومبريس بكتشر، عايز الصوره مضبوطه. لو انت عايز تبعتها لايميل ولا حاجه، او هتطبعها لازم يبقى ليها مثلا ايه مساحة معينة. او اتشينج بكيتشر، عايز اغير الصورة. طبعا اقدر ادخل على النت او ادخل على الجهاز واجيب الصورة اللي انا عايزها. ريسيت، لو انا عامل اي اعدادات للصورة او انا مكبرة او مصغرة، فطبعا بترجع لي كطبيعتها بالظبط. الحاجة التانية بقى ايه هي، اقف هنا مثلا ايه صورة بتعملها زي كارت كده ايه ما تصوره مثلا. بس جميع الاختيارات قدامك،
تقدر ايه تظبطها. بس شايفين يا جماعة يعني فيها شوية إمكانيات جميلة بصراحة. 2013 عامل طفرة في الورد جامد أوي يعني. طبعا في 16 و19 بس خلينا في الايه اللي هو الستيبل معانا. الصورة طبعا أنا أقدر أعمل لها برواز بلون وأعمل التخانة بتاعته وأعمله مثلا كنا منقط بقى زي ما انتوا شايفين كده وأعمل برضه التخانة بتاعتها وهكذا. طيب هنا نفس الكلام بس هنا ايه أعمق شوية، كل حاجة ايه خاصة ايه يعني كل حاجة لوحديها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا على حسب الحاجة اللي انت بتعملها هي دي هتفيدك بقى، يعني مش الصورة دي بس، لا في حاجات تانية انت ممكن تعملها هتفيدك. طبعا احنا قلنا طبعا البوزيشن بتاعنا اللي احنا فاهمينه، البوزيشن بتاع الصورة لو انا كاتب حاجة معينة عايز الصورة تبقى في النص، عايز الصورة تبقى فوق برضه فوق في النص، عايزها على الشمال، عايزها على اليمين وهكذا. طبعا انت قدامكوا ايه الشكل الموضح، يعني انت مجرد ما بتقف اساسا كل حاجة بتحصل، مش محتاج تدوس. جرب يعني بتعمل بريفيو كده عرض مؤقت من غير ما تدوس، لقيت العرض ده هو ده المناسب ليك تقوم دايس عليه على طول كليك خلاص. طبعا هنا انا عايز اخلي الصورة قدام، عايزها ورا، الالاين المكان بتاع الصورة او في كذا صورة معايا وهكذا. يعني اعمل قص للصورة، عايز اعمل لها قص، عايز اعمل قص مثلا، عايز حاجة معينة هي اللي تبان مش كل الصورة اللي تبان زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده هي دي ايه اللي هتبان، انا شايل بصوا اختفت، اقف عليها تاني كل حاجة رجعت كما كانت. اعمل اقدر اعمل طبعا ايه زي ما اتفقنا كنترول زد خطوة خطوة يرجع لي ايه لاخر حاجة ايه انا عايزها، ادوس عليها تاني. ده العرض الصورة، عايزها اطول، عايزها اعرض، كل ده خاص بإعدادات الصورة اللي أنا حطيتها. خلاص هنخرج برا نخش انسرت تاني، هو اوتوماتيك بيوديك على الهوم، انت طبعا تروح على الانسرت، ندخل اونلاين هيقول لك انت عايز صورة اونلاين، تخش على المكان اللي انت عايزه تضيف بقى شكل، ده بطاقة كده بس الشكل ده، تقوم كاتب حاجات معينة هنا. طبعا شايفين البوكس ده خاص بالتكست، فظهرت الايه الادوات بتاعه التكست والرسم اهو. بصوا تمام، اكتب مثلا تعال نجيب حاجه بس نضيفها على طول بدل ايه ما نكتب، نضيف على طول اهو كليك يمين. بص بقى كيب سورس يعني بنفس الفورمات اللي كانت مكتوبه بيه هيجي لي زي ما هو، لو انا خدت كوبي تكست مكان انا ممكن اعمل ميرج بقى اظبط بيديني ايه امكانيه تانية، او هنا ايه بيخلي لي بس كتكست. ونفس الكلام هتلاقي طبعا اللي الباست ده طبعا موجود ايه في الهوم زي ما انت فاهم. هنعمل بقى ده برضو تاني اهو، مدهسين ايه كده كنترول، الظاهر بتاعه هو الاوبشن اللي هو شورت كات الصغنطوط ده، ده بيخليك تعمل اللي انت عايزه من هنا من غير ما تروح للهوم، فاهمين قصدي ايه؟ طيب احنا خلصنا هنا خلاص، تعالى نقعد بقى على الجدول ده كده. بصوا يا شباب مجرد بس ما بقف على اي اختيار بيديني ايه الشكل من غير ما ادوس. طب تعالى مثلا دي فورمات اللي انا قلت عليها بتاعت الجدول دي خلاص كده. طيب تعالى بس التكست، تعالى انت عايزها لون ايه مثلا، اسود اعملها اسود، ادوس. عايز الاوت لاين، عايز اوت لاين الخط، تعالى نعمل اوت لاين الخط. بس الكلام لو ايه لو خدت ضخم كده مثلا تقدر تعمل الكلام ده. طيب كده عايزها باتجاه يعني 90 درجة، 270 درجة اهي مثلا شايفين، عايزها العكس، عايزها عادي اللي هي الهورزنتال بتاعتي الطبيعية، عايز انا اظبط انا الدنيا براحتي اهي انتوا شايفين.
ده كل ده ايه؟ ادوات الرسم الخاصه بالصندوق ده اللي يبقى جوه الكتابه. الكتابه الاونلاين بتاعي، بصوا اظبطه ازاي، عايزها من تحت، عايزها تبقى راميه تحت شويه، تبقى في النص، تبقى من فوق وسايب تحت فاضي، تمام. كريت، اقدر اعمل لينك، كريت لينك هنا برضو نفس الفكره، بتتعامل معايا معامله الصوره، يعني البوكس ده بقى بيتعامل معايا معامله الصوره. اقدر بقى احركه يمين شمال فوق تحت، احط هنا احط هنا، ادي الادوات اهي ظهر، ما دام الاتنين دول ظاهرين لي يبقى الحاجه اللي انا شغال فيها دي بعملها معامله الصوره بالظبط. طبعا اخليها فوق، اخليها تحت حاجه، اعمل سيلكت الحاجه، الاتجاه، الدوران، الطول والارتفاع، طبعا ايه مفهومين. خلاص كده، ده بالنسبه للشيب. السمارت ارت بقى، الحاجات الخاصه بقى بالشركات بقى، انت مثلا بتعمل جدول بشكل معين عشان تعرضه على المدير بتاعك، بتعمل هيكل تنظيمي للشركه بتاعتك بشكل معين، يعني بصوا في شويه حاجات ايه محترمه وجميله قوي. يعني انا مثلا هختار الشكل الجميل ده كده واضيفه هنا، انا بقى نقف عليها. بصوا اول ما وقفت عليها ظهر لي مين الباشا، ظهر لي ادوات خاصه بالشكل ده، انا مش عارف حركه. بصوا طب اعمل ايه، ادوس الاختيار الجالي ده مدايس هنا، واعمل فيكس ايه بوزيشن، وابتدي اتعامل. خلاص طيب، الفورمات اللي ظهر لي ده، في حاجه اسمها ايه تصميم، اقدر اغير الالوان بقى زي ما انا عايز بقى، او اخليها متفرغه، اخليها متلونه ساده، اللي انا عايزه. الفورمات التاني خاص بالكتابه، اهو كل ده خاص بالكتابه بتاعتي، لان هي انت عايز تظبطها، ده خاص بالمربعات اللي موجوده. بص الشكل ده شايفين، بس انا غيرت الشكل خالص، يعني انا اخترت بس انا اقدر اغيره كمان، يعني بعد ما اخلص مش عاجبني اقدر اغير، سهل قوي. شايفين، شايفين يا جماعه الابداع اللي موجود، تمام. بصوا شغل 3 دي بقى، شغل بيفيل بقى، وايه يعني حاجات ما اقولكش يعني. بصوا اضيف اهو زي ما انا عايز، اقف هنا اضيف شيب في المكان اللي وقفت عليه ده، اقف هنا عايز اضيف هنا اضيف، عايز اقف هنا اضيف الحته دي اضيف شجره، ايه بص عامل شجره خاصه ايه بالحاجه اللي انا عايز اعمله. والفورمات بتاعي اختار الفونت اللي انا عايزه بالشكل اللي انا عايزه في المربع اللي انا مختاره، فاهمين؟ طيب خلاص، تعال نشوف ايه تاني، اللي هو الشارت بقى، الحاجات اللي احنا فاهمينها. طبعا هيجيلي بجزء خاص بالاكسل زي ما انتم شايفين كده، دي جاهزة. اقف هنا بس الاول، نفس الفكرة برضو اللي ظهر الشورت كات اهو، انا عامل كده تمام، اقدر ايه اتحكم طبعا ايه في مكانه زي ما انتم شايفين. هنا اقدر بقى اسمي اللي انا عايزه، احمد، تامر، مدحت، ايا كان اللي انا عايز اكتبه، واكتب هنا واكتب السنه، واكتب الحاجات اللي انا عايز اعملها. زي ما انتم شايفين تقدر تدخل على الاكسل من هنا وتكمل بقيه الحاجه اللي انت ايه عايزها. طيب في فورمات ظاهره اهو خاص بالجزء ده، بس حاجه اسمها برضو تصميم، شايفين؟ بصوا شكل اهو، اقف ادي شكل تاني، ده شكله حلو بصراحة، شكل تاني برضو اشيك، ادي شكل تالت، وهكذا بقى. ايه تقدر تعمل ايه اديت للشكل اللي انت ايه عايزه، تقدر تغير الالوان كلها اللي انت عايزها، مجرد بس ما بتقف بيديك الشكل اللي انت ايه عايزه، تمام. فورمات برضو خاصة بالكتابة. الفورمات خاص بالكتابة اللي موجودة ليها علاقة بالشغل ده، تمام. تعال نشوف ايه تاني، الانسيرت مليان بهريز، يعني شورت كات، عايز اعمل شورت كات لحاجة معينة في العرض اللي انا عامله هنا،
عايز اعمل ستور، اخش على المتجر الخاص بالاوفيس، ما مايكروسوفت اوفيس، تمام. عايز اعمل انسيرت، عايز ادخل على ويكيبيديا برضه، كل ده علاقة بالنت. عايز انزل فيديو عن طريق الانترنت برضو، عايز اعمل كاتب حاجة عايز اعملها اربطها بحاجة معينة، عايز اعمل بوك مارك وهكذا، عايز اعمل هيدر فوتر. الهيدر اللي هو اللي بيتحط فيه اللوجات بقى واسم الشركة والتاريخ واي حاجة انت عايز تضيفها فوق خالص، وتحت طبعا اللي هو الفوتر ده بيبقى ثابت في الورق كله اللي انا بكتبه. انت بتقدم تقرير يوميا بنفس الهيدر والفوتر، ده بيبقى ثابت عندك من غير ما انت ايه بتضيفه بقى. وده الفوتر اهو اللي اتحط فيه بقى ايميل ورقم التليفون والعنوان بتاع الشركة وكل الكلام ده، لو انت هتديه ايه لحد ايه بره الشركة. وهنا ده وقت اللي بيضيف لي الارقام في الصفحات بالشكل اللي انا عايزه، فوق تحت يمين شمال. ده البوكس اللي اتكلمنا عليه اللي هو عامل زي ده، بس ده ايه مختلف شوية. عايز الشكل بتاعه عامل ازاي، بتصمم انت بتصمم ورق خاص بالكتابة برضو. طبعا احنا ايه دوت الامضة، عايز تضيف امضة والاوبجكت والسامبل اللي هي الخاصة بالرموز زي ما احنا شايفين كده. رموز عايز تضيف، عايز تضيف اي رمز زي ما انت شايف كده تقدر تضيف. ده خاص بالانسيرت، ده حاجة يعني انا بشرح لك كده ايه في السريع، وفي اخر ما اخلص الورد خالص هنطبق حاجة عملي مع بعض عشان تقدر تطبق اللي انت ايه فهمته من اللي انا بقوله ده دلوقتي.